خلال هذا الاجتماع أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية يندرج في إطار تعزيز حماية حقوق الملكية الصناعية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال ووفقا للمعاهدة الدولية التي انضم إليها المغرب. وهو يهدف بشكل أساسي هذا المشروع إلى تحسين نظام براءات الاختراع عبر تبني مسطرة وطنية جديدة لمنح براءات الاختراع تستجيب لمعايير الرقي بالنظام الحالي على مستوى تسجيل براءات الاختراع، وفي نفس الوقت تعطي قيمة مضافة فيما يتعلق بمعايير استصدار براءات الاختراع. حاليا في إطار هذا المشروع نتوجه إلى يعني تعزيز شفافية مساطر تسليم براءات الاختراع، الرفع من فعالية التدابير التنظيمية والمؤسساتية المتخذة من أجل ذلك. المجلس صادق كذلك على مشروع مرسوم تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ويتعلق بحل وكالة الشراكة من أجل تنمية وتصفيتها. وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للانتقال من البت التلفزي التناظري إلى البت الرقمي الأرضي الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يقول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة: يهدف إلى إنجاح عملية الانتقال نحو البت الأرضي الرقمي لبلادنا وفق الالتزامات الدولية للمغرب، وهي والمؤطرة يعني الاتفاقية التي وقعت في يونيو 2006 على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تقضي بأنه يوم 17 يونيو 2015 سيتم الانتقال نحو البت الرقمي. بمعنى في ذلك التاريخ سنكون مطالبين بإيقاف البت الأرضي التناظري، والأسر المغربية مدعوة إلى أن تتوفر على أجهزة تمكنها من استقبال البت الرقمي. حاليا كم عدد الأسر؟ 6%. بمعنى عندنا أقل من سنتين من أجل تحقيق هذا الهدف، وهذا الأمر اقتضى عمل مكثف من واقتضى أيضا تحقيق إرساء لجنة وطنية ستعمل أولا على المدارسة والاعتماد والمصادقة على المخطط الوطني للانتقال نحو البث الرقمي الأرضي على المستوى التلفزيوني. عقب ذلك وافق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية الموافق عليه من طرف مجلس جامعة الدول العربية. وفي الختام أوضح وزير الاتصال أنه تم تعيين السيد محمد الرامي في منصب عميد كلية العلوم بتطوان، والسيد حكام عفيفة بمنصب مدير الاستراتيجيات ونظم المعلومات، كما تم تعيين السيد أحمد فاسي الفهري في منصب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية